بما تدرك الجماعة حفظك الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتدرك بإدراك ركعة. لكن لو أتيت والإمام في التشهد الأخير وأنت لا ترجو جماعة أخرى فالأفضل أن تدخل معهم، لأن إدراك بعض الصلاة أهو من فواتها كلها، فالأفضل أن تدخل معهم. نعم.